للمزيد ينضم إلينا من غزة صالح النزلي الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ صالح، ربما استمعت إلى ما جاء في سياق هذا التقرير من استخدام قوات الاحتلال لبروتوكول هانيبال، إلى أي مدى يمكن لهذا النظام داخل الجيش الاحتلال الإسرائيلي أن يؤثر على مزيد من تفاقم الوضع في قطاع غزة؟ يعني باعتقادي بالإمكان أن يتم استخدام هذا القانون في حال وجود أسير واحد أو يعني أو أكثر، لكن أكثر بقليل، لكن في هذه الحالة يتواجد لدى المقاومة في غزة والمقاتلين هنا في غزة نحو 200 أسير، هم رأينا يعني تم أسرهم خلال عملية طوفان الأقصى، وهو الأمر الذي يعني قد يحد من إمكانية تفعيل هذا القانون، لكن إسرائيل لا تكل عن سفك الدماء والقتل، فلربما يعني إذا علمت بوجود أو إذا استطاعت معرفة مكان وجود عدد من أسراها أن تقوم بالفعل بقصفهم رفقة المقاتلين الذين يحتجزونهم، وهو ما تم الإعلان عنه يعني خلال الأيام الماضية، حيث تم قصف مكان يتواجد به ويتحصن به مقاتلين وبرفقتهم أسرى إسرائيليين 4، وتم الإعلان عن مقتل هؤلاء 4 إسرائيليين، وبالتالي لا نستبعد أن تقوم إسرائيل بالتفريط ب200 أسير، خاصة أن ذلك سينعكس سلبا على صورة الحكومة الإسرائيلية في الداخل المحتل وفي المجتمع الإسرائيلي. هناك يعني ذوي لهؤلاء الأسرى، هناك من يطالب بهم، وبالتالي يعني قتل كافة من بحوزة المقاتلين سينعكس سلبا على الحكومة التي يعني هي تلتقط أنفاسها الأخيرة في إسرائيل. نعم، على الرغم من أن الهدف الرئيسي من حصول حماس على هذا العدد الكبير من الأسرى هو أن يكون ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عملياتها سواء داخل قطاع غزة أو في الضفة الغربية، لكن ذلك على العكس تناولته الحكومة الإسرائيلية بمزيد من القصف على قطاع غزة، حتى أنها ربما وصل الأمر إلى أنها تقصف أحياء بكاملها حتى لا يبقى فيها أحد من السكان. ما الجديد في هذه المعادلة والتناول لحكومة الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يستوحش في غزة بالفعل، يعني العدد الكبير من الأسرى في يد المقاتلين في غزة كان من المخطط أن يتم استخدامه ورقة ضغط على الاحتلال لتنهي عن ارتكاب الجرائم في غزة، لكن تأبى إسرائيل إلا أن ترتكب المزيد من الجرائم، تقوم باستخدام سياسة الأرض المحروقة، وهو ما يعني ما قد ينجم عنه قتل المزيد من أسراها، يعني كما أسلفنا قتل 4 ولربما في عمليات المسح التي تقوم بها في منطقة الرمال وأيضا في المناطق الشمالية الغربية منذ مساء أمس، لربما كل ذلك أدى إلى قتل عدد جديد من أسراها. الآن يعني إسرائيل تسعى إلى ضرب كافة مكونات الحياة في غزة بمعزل عن الأسرى الذين تم اختطافهم من داخل الأراضي المحتلة في معركة طوفان الأقصى، وبالتالي يعني لا نستبعد بعد يعني عدم رضوخ إسرائيل للتهديدات ارتكاب المزيد من الجرائم بهدف الوصول إلى اتفاق يعني تكون به قد صنعت صورة انتصار زائفة فوق ركام منازل المواطنين وفوق دماء المدنيين الفلسطينيين هنا في غزة. الأمم المتحدة أستاذ صالح قالت أن حصار غزة يرقى إلى حد العقاب الجماعي، كيف تلمس هذا الحصار حجم هذه المعاناة
ما هي الخدمات التي انقطعت والخدمات التي ما زالت مستمرة لديكم في القطاع؟ يعني قطاع غزة يعيش حصار رائم منذ 16 عاما، لكن مع بدء العدوان الإسرائيلي كثفت إسرائيل من حصارها على غزة، منعت عنه الكهرباء والوقود، قصفت البنى التحتية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من القطاع. أيضا ضربت شبكة الاتصالات، و يعني يتم إجراء الاتصالات في الوقت الحالي بصعوبة بالغة. أيضا شبكة الإنترنت تعطلت عن أكثر من نصف سكان قطاع غزة بهدف عزلهم عن العالم. الأوضاع الإنسانية هنا في قطاع غزة وما ترتكبه إسرائيل يرتقي إلى جريمة حرب. الأوضاع الإنسانية تتدهور ساعة بعد ساعة، آلاف السكان نزحوا من منازلهم إلى مدارس وكالة الغوث، بعضهم لم يجد مكان يحتمي به، ويعني يفترش الشوارع والمستشفيات والمساجد، حتى المساجد لم تسلم من عمليات القصف، وقد استشهد في قصف أحد المساجد أول أمس عدد من المواطنين. أيضا مستشفيات قطاع غزة على وشك بفعل نقص الوقود وعدم تشغيل المولدات، على وشك الانهيار كليا. هناك أيضا نقص شديد في الأدوية اللازمة لتقديم العلاج اللازم للجرحى وللمصابين الذين تقدر أعدادهم بالآلاف. الطواقم الطبية أنهكت حقيقة، ويعني استنزفت كل ما في جعبتها من أجل تقديم العلاج اللازم للمصابين وللجرحى جراء العدوان الإسرائيلي. مستشفى الشفاء يعني أعلن، وهو المجمع الأكبر في غزة، أعلن أنه سيتحول إلى مقبرة جماعية حال انقطاع التيار الكهربائي وتوقف عمل مولدات المجمع بسبب عدم توفر الوقود. يعني كما تعلم إسرائيل فرضت حصارا على دخول الوقود إلى غزة، وأيضا على دخول المواد الغذائية، ومنعت الماء، وأيضا منعت الكهرباء من خلال قصف شبكات الكهرباء والبنى التحتية. هناك أيضا غلق لجميع المعابر إلى قطاع غزة وجميعها ومعظمها باتجاه الحدود مع إسرائيل. لم يبقى هناك أيضا ممرات إنسانية يمكن وصول المساعدات إليها. لكن أستاذ صالح، الحديث اليوم هو عن هجوم بري وشيك، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل تتجه إلى شن هجوم شامل على قطاع غزة، وهو هجوم بري. ما العواقب المترتبة والتي قد تترتب على هذا القرار؟ يعني منذ اليوم الأول للعدوان تهدد إسرائيل باجتياح بري. سياسة الأرض المحروقة التي ربما تشير إلى إمكانية الدخول البري المحدود إلى قلب المدينة سيؤدي إلى تكبيدها خسائر فادحة. فكما شاهدنا باقتحام عشرات المقاتلين للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة، لم يفلح الجيش في التعامل معهم، وبالتالي كيف سيتعامل إذا ما دخل إلى قلب المدينة؟ مهما دمرت من بنى تحتية ومن أماكن ومن أحياء، لن تستطيع إسرائيل تدمير قطاع غزة بالكامل، وبالتالي ستضع ألف حساب قبل بدء عملية برية. لكن قد تكون عملية برية محدودة تشمل المناطق الحدودية في الشمال وفي الجنوب، وأيضا في شرق على طول الشريط الشرقي الحدودي لقطاع غزة.